نروح مرة تانية لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. من جديد ده واجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوف الكرام وبكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه في غايه الصعوبه، وقلنا اللي هي واحده من المحطات الصعبه للنادي الاهلي. عشان نتكلم بشكل مستفيض سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مواجهه صعبه جايه في توقيت صعب بعد مباراه الزمالك وقبل كاس العالم في بروفه اخيره، بيزيد من صعوبتها حاله الغيابات المستمره في النادي الاهلي. يعني خلينا الاول الحمد لله على اساس نقاط، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا، اساس نقاط مهمين جدا زي ما انت قلت. والراجل حذر قبل كده من مباراه النهارده، ودايما بعد المباريات الكبيره بيحصل، يعني مش عاوز اقول دروب، لكن بيحصل، يعني مش بتبقى بنفس الدوافع. الراجل اتكلم في النقطه ديت، واتكلم في المحاضره، واتكلم بين الشوطين، كان بياكد على المعلومه دي كتير جدا يعني. واحنا نفس القصه كدورنا، وكابتن سيد اتكلم في النقطه دي. يمكن برضو الغيابات اللي انت اتكلمت عليها، برضو شكل الفرقه اثرت عليه. يمكن كان عندنا كذا تغييره في الملعب، يعني النهارده كان هاني حس بشد خفيف امبارح، حسين شحاته عنده رشح في ركبته برضو خفيف، علي معلول الراجل فضل اللي هو يريحه. فكان برضو لما بتغير 3-4 لعيبه اعتقد بتاثر شويه على الاداء يعني. لكن الاهم ان احنا اخذنا 3 نقاط، وده بالنسبه لنا التحدي الكبير يعني. وان شاء الله بقى نركز في البطوله الكبيره اللي بالنسبه لنا، وطموح كبير ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه ابعد من اللي احنا حققناها ان شاء الله. كابتن سامي انا عارف ان في تفاصيل كتير جدا شغالين عليها كجهاز فني خلال الفتره الماضيه، مباراه بعد الثانيه كل مباراه اصعب من المباراه اللي قبلها. لكن عايز اسال حضرتك، هل تعثر المنافس فريق فيوتشر ونتيجه التعادل النهارده ادت ارتياحيه شويه للاعيب النادي الاهلي؟ انا عارف ان مستر مارسيل كولر وانتم كجهاز طالبين من اللعيبه ان هي ما تركزش مع المنافس، افوز في كل المباريات بتاعتي. هو ده اللي الراجل بياكد عليه كل مره، يعني ان اهم اللي انت عشان تاخد البطوله، بطوله الدوري، لازم انت اللي تكسب الاول، يعني مش هتقعد تنتظر تعثر المنافسين يعني. لكن طبعا بتستفاد طبعا من التعثر ده، ودي حاجه طبيعيه. النهارده بالنسبه لنا النهارده الزمالك بيخسر وفيوتشر بيتعادل، مش عارف بيراميدز عامل ايه لحد دلوقتي يعني. لكن بغض النظر عن النتيجه يعني الحمد لله حاجه ايجابيه ان انت تواصل انتصاراتك وتواصل المكسب وتاخد 3 نقاط مهمين جدا. فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه جدا يعني. لكن زي ما انا قلت يعني خلاص دي صفحه واتقفلت بالنسبه لنا. عندنا بقى تحدي تاني وبطوله كبيره جدا يعني، بتمثل مصر وبتمثل قاره افريقيا. عندنا طموح كبير جدا، اللعيبه نفس القصه عندها نفس الطموح، اللي عاوزه تروح لابعد مكان في كاس العالم ان شاء الله، ونلعب على المباراه النهائيه. فاستعدادنا بقى ان شاء الله من بكره، وان شاء الله السفر يبقى يوم 28، وان شاء الله نركز ان شاء الله يعني. كابتن سامي انا عارف ان انت قريب كتير جدا من المستر مارسيل كولر، وفي كلام كتير جدا بيدورك بين، اكيد ضر كلام على كاس العالم والتفكير في كاس العالم. النادي الاهلي بدا يستعيد بعض اللعيبه المصابين قبل كاس العالم، المشاركه هذا العام مختلفه، ايه ابرز الامور اللي بيتكلم فيها عن التحضيرات لكاس العالم؟ اكيد هو بيسال يعني على الاجواء عامله ازاي، وطبعا كان عارف النتائج اللي احنا عملناها يمكن السنتين اللي فاتوا، عارف شكل الفرقه. وطبعا هو راجل متابع لكل دي بطوله عالميه يعني، كل مدربين العالم اكيد بيتابعوها يعني. عنده طموح كبير جدا لو يحقق حاجه ايجابيه ويضيف حاجه كبيره جديده للنادي الاهلي، عنده طموح كبير جدا. والجهاز نفس القصه عنده نفس الطموح دوت، ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه ونعمل حاجه ايجابيه باذن الله. المرونه التكتيكيه اللي بتدوها للعيبه، شفنا خالد عبد الفتاح في 3 مباريات بيلعب في 3 مراكز، شفناه بدا كباك رايت، بعد كده بيلعب مساك، النهارده بيلعب كظهير ايسر. اعتقد دي امور مهمه جدا بتبقى في اختياركم لاختيار اللعيب اللي فعلا يلبس قميص النادي الاهلي. وده اللي احنا اتكلمنا عليه سبب اختيارنا لخالد يعني. طبعا خالد عنده مرونه اللي هو يلعب في كذا مركز يعني. النهارده لعب باك رايت وباك ليفت، والماتش اللي فات لعب مساك، فدي حاجه برضو ايجابيه. والراجل بيحاول اللعيبه برضو بقى عندها كذا اوبشن اللي هي تلعب في كذا مكان. النهارده فخري برضو بيلعب النهارده باك رايت في اول مره، يؤدي برضو اداء مميز بالنسبه لاول مره بيشارك في مكان زي دوت يعني، حاجه جديده. فالحمد لله حاجه كويسه بالنسبه لنا يعني. طاهر النهارده برضو بعد غياب كبير جدا بيؤدي اداء مميز فنيا وبدنيا. بيرستاو بعد غياب برضو كبير بيرجع علينا تاني الحمد لله باضافه. السوليه برضو الحمد لله بنطمن عليه النهارده، حاجه برضو من الحاجات الايجابيه. فاعتقد الحمد لله يعني الامور بالنسبه لنا ان شاء الله تمشي على زي ما الراجل يعني يتمناها، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق في الاخر ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، توعدوا الجماهير بايه قبل السفر للمغرب؟ اعتقد دور كبير جدا لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مع الفريق. طبعا اولا بشكرهم طبعا النهارده برضو نفس الدعم اللي بيعملوه كل مره لينا واللعيبه، التحفيز اللي بيعملوه، الدوافع اللي بيدوها اللعيبه، طبعا بشكرهم طبعا. واتمنى ان شاء الله ان احنا
كل مره بنتكلم فيها ان احنا عاوزين هنقاتل عشان نحاول نوصل لاحسن حاجه عشان نساعد جمهور النادي الاهلي اللي بالنسبه لنا هو ده التحدي الاكبر. يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق وان شاء الله نوصل لمكانه ان شاء الله ترضي جمهور النادي الاهلي باذن الله. كابتن سامي والتوفيق. كابتن ايمن ده كان لقاء طبعا مع الكابتن سامي امصان المدرب الفريق النادي الاهلي، طبعا اتكلم كلام مهم وتحضيرات النادي الاهلي للسفر لكاس العالم، ثلاث نقاط غاليه بيضافوا لرصيد النادي الاهلي ان شاء الله يعني يستكمل مشواره عقب العوده ان شاء الله متوج وان شاء الله ويكون مكلل بميداليه في كاس العالم للانديه. جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.